بنصبح لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. وهنبدأ معاكم جولتنا من الدوري المصري، وفريق زاد تعادل مع فريق الاتحاد السكندري سلبيا في مباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 24 من عمر منافسات الدوري المصري. بالتعادل ده وصلت زاد للنقطة 37 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 36 نقطة في المركز الرابع. فريق المصري البورسعيدي تعادل مع فريق انبي 0-0 في مباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري. بالنتيجة دي بيحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد فريق انبي في المركز السابع برصيد 33 نقطة. فريق فاركو تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة 24 للدوري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد المقاولون ل 16 نقطة في المركز قبل الأخير للدوري، بينما رفع فاركو رصيده ل 20 نقطة في المركز ال 15. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح تعيين المدرب الهولندي أرني سلوت مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حرص على وداع مدرب الألماني يورجن كلوب بالمدير الفني الراحل بالرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، عبر خلالها عن مشاعره بعد سنوات من العمل سويا. وقال محمد صلاح عبر حسابه في وداع يورجن كلوب: قد كان من الرائع مشاركة كل الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية. وأضاف محمد صلاح: أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، ونأمل أن نلتقي مرة أخرى. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي احتفل بنهاية الموسم مع ريدزي بنشر صورتين مع ابنتيه مكة وكيان بعد نهاية مباراة ناديه الأخيرة أمام وولفرهامبتون، مصحوبا بعلم مصر في واحدة من المشاهد السعيدة للفرعون قبل بدء إجازة طويلة.